والحمد لله لان في هذه السنه هذه يعني كنشوفوا مشاريع يعني كما سبق الاخوان ودخلوا انها كنا في امر الواقع في ظرف سنه. وسي معالي الوزير لانه كان سبق يعني كان زار الرسانه الجنوبيه في الحمله الانتخابيه وكنا طرحنا عده مشاكل تتعلق بالرسانه الجنوبيه بحكم موقع الرسانه الجنوبيه والعلاقه التاريخيه بمعركه ود مخازي وكذلك الموقع الاستراتيجي للرساله الجنوبيه. وكنا طرحنا لعده مشاكل ومن بينها المليار التحتيه. الحمد لله يعني في هذه المرحله كنشوفوا يعني الاشغال يعني اللي كتقوم بها وزاره التجهيز ديال الطريق الاقليميه 1402 لهذا الطريق اللي كتفك المسكه ما بين جامعه القرويه وصولا لمدينه عريش. كذلك يعني المشروع ديال الطريق الجهويه اللي اصبحت وطنيه رقم واحد اللي كتربط ما بين جيلانيه مرورا بالرساله الجنوبيه حتى القصر الكبير. وتعتبر هذه الطرق نموذجا يعني كتفك العزله على المناطق القرويه بحكم يعني الرساله الجنوبيه الموقع الاستراتيجي ديالها وانها اصبحت منطقه فلاحيه صقليه يعني كتجلب جميع المستثمرين اجانب ومغاربه باش تنمي هذه المنطقه وتخلق فرص الشغل بالمنطقه باش ما يبقاوش الشباب يهاجروا للمدينه. لهذا كنشكروا الوزير على هذا المجهود الجبار اللي قام بها وشكرا.